علاقتي بالحاسوب علاقة اللي هي ماشي حب متبادل، انا كنحبه ولكن هو كيضرني للاسف. ياسين ديالو، السلام عليكم امين. لدي سؤال مختلف او غريب في نفس الوقت. لدي صديق اراد مني ان اسالك حول ما ان الرياضة فنون القتالية وكرة القدم وشبه والرياضة بصفة عامة، هل تؤثر عليه في التعلم عبر الانترنت من ناحية نقص التركيز وما شابه؟ لان الرياضة تأخذ كثير من الوقت، لا يمارسون الرياضة بل مركزين في وظائفهم، او ليست هناك مشكلة؟ ولاحظنا ان اغلب الناس في مجالات الاي تي لا يمارسون الرياضة بل مركزين في وظائفهم. لا، هو سؤال ليس غريب، سؤال عجيب. صديقي يقول مثل العقل السليم في الجسم السليم. يجب عليك صديقي ان تمارس الرياضة ان اردت مخا دماغا جيدا نظيفا. صديقي الرياضة شيء مهم صديقي في الحياة، الرياضة مهمة جدا. انا شخصيا لا امارس الرياضة، بل اعتكفت على ممارستها تقريبا 4 أشهر أو 5 أشهر، ثم تركت الرياضة للأسف. ولكن تركتها لاعتبارات شخصية، ولكن هذا لا يعني أن الرياضة مهمة. الرياضة مهمة أخي في جميع المجالات، ليس في مجالات الاي تي، ولكن خصوصا في مجال الاي تي، لأنك تجلس أمام الحاسوب لساعات طوال. أتحدث هنا انطلاقا من تجربتي، ولأكون معكم صريح، يعني الحاسوب سبب لي العديد من المشاكل الجسدية والنفسية. أعطيكم على سبيل المثال، أصبحت كثير النسيان لدرجة أنه أصبحت أخشى أن أمرض بالزهايمر. كثير النسيان لا يمكنكم أن تتخيلوا، يعني كيف يعني ممكن أن أنسى يعني واحد الوتيرة كبيرة بزاف. يعني مثلا نقدر ندير معاك، مثلا نتلقى معاك السمانة الجاية ننساك بحال ما كنتيش، بحال ما قلتهاش ليك. وهذا بحال قلتي دوك الطبول الاولى ديال مرض الزهايمر. ملي جاني هادشي، ملي مشيت سولت لقيت انه الحاسوب. فالاخوان داكشي علاش خاصكم الرياضه، خاصكم واخا انا مثلا ما نساهاش. كيسبب في مشاكل نفسيه، كتولي كتحس بالستريس، بعض المرات تحس بالحزن بسبب هاد المشقوف هذا. دابا الناس اللي كيجلسوا قدام البيسي ساعه ساعتين في النهار راه ما كيعرفوش هادشي. ملي تولي تجلس 15 ساعة 18 ساعة كتفيق بالبيسي، حيت أنا المشكل أنا أول حاجة كنحل عليها هي البيسي. أول حاجة اليومين هذا، دابا راه مزوج وعندي عائلة وهذا، باقي أنا البيسي كينعس حدايا. شتي تنفيق البيسي هو الأول. قبل ما نفطر خاصني نخدم، من بعد تنفطر وتنكمل الخدمة. علاقتي بالحاسوب علاقة اللي هي ماشي حب متبادل، انا كنحبو ولكن هو كيضرني للاسف. وقسما بالله كندوي معاكم بصح الاخوان اللي فيكثروا هادشي انتبهوا. انا مشكلتي ما يمكنش ليا، واخا انا بغيت نفرق عليا هادشي، ما يمكنش ليا لان خدمتي كلها في الانترنت. ومشكله خدمتي فيها ستريس، فيها تخدم خصك تركز، خصك دير بزاف د الحوايج، تخدم النهار كامل تقريبا. ملي كنحل عليا حتى تنسد عينيا، تنسد على البيسي، خرج ليا على صحتي. والله يعفو علينا، الله يعفو علينا. المشكلة غير تنشد كونجي، تنقول مثلا ملي كنشد هذيك شهر ولا شهرين تنقول غنبعد على البيسي. بالفعل ملي كنبعد على البيسي كنولي كنحس بواحد الراحة، ولكن للإشكال وكاع الناس ديال الاي تي كيعرفوا انه ما تقدرش تبعد على البيسي ديما، ما يمكنش ليك، خصك واخا غير ساعة في النهار. ولكن هذيك ساعة في النهار اللي كنولي تنشوفو غير ساعة في النهار، كنحس براسي ارتحيت نفسيا بعدا ارتحيت. مصيبة هاد الكارثة، هذا راه كيجيب الكآبة، يخرج ليك على عينيك، يخرج ليك على ظهرك، تيسبب مرض النسيان، تيدير الزهايمر. هاد المصيبة الكحلة، ايوا واش غادي تدير. والله الا ولينا تنديرو الصباحية دوز، والله الا ولينا الصباحية دوز، لا تنجاوبو على الجميع، ونحاولو ما نتجاهلوش الأسئلة.